قدم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خالص التهنئة لقناة القاهرة الإخبارية على فوزها بجائزة التميز الإعلامي العربي لعام 2024 عن التقرير التلفزيونية، ويتم تسليم الجائزة خلال الاحتفالية الخاصة بتوزيع الجوائز والتي ستعقد على هامش أعمال الدورة 54 لمجلس وزراء الإعلام العرب المقرر عقدها في مملكة البحرين خلال الفترة من 27 وحتى 29 من مايو الجاري. التقرير الفائز بالجائزة تحت عنوان الولد والعصفور، ويتناول قصة إنسانية رفيعة المستوى عن طفل فلسطيني أجبره الاحتلال على ترك منزله ويظل يحلم بالعودة من أجل الحياة. وأكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبرة في تقرير عن الفوز بالجائزة أن القاهرة الإخبارية، والتي انطلقت في 31 من أكتوبر من عام 2022، استطاعت أن تفرض تواجدها الإعلامي وسط كبريات القنوات العربية والدولية خلال فترة وجيزة، كما اعتمدت شعار الدقة والمصداقية والموضوعية والمصادر الموثقة وشهود العيان في نقل كافة الأحداث. وتعد القاهرة الإخبارية أحد أهم ركائز وأدوات القوى الناعمة والذكية للدولة المصرية، وتقديم صورة ذهنية حقيقية عن الدولة المصرية على مختلف الأصعدة، كما أنها تعكس تفاعل وتأثير النظام السياسي والدبلوماسي المصري في مختلف القضايا والأحداث في محيطه العربي والإقليمي والإفريقي والدولي، وكذلك العلاقات الاستراتيجية المصرية الفاعلة مع مختلف الدول العالم، وذلك في إطار مبدأ التوازن والحفاظ على المصالح الاستراتيجية المتبادلة.